بيان عاجل مصري: سندافع عن حقوق شعبنا وتفاصيل تدمير سد النهضة. وخمس سيناريوهات عاجلة لوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، سيناريو واحد منه في منتهى الخطورة. وصدمة: إثيوبيا تتحدث عن سابقة هائلة بشأن سد النهضة وتسعى لإفشالها. وبيان ناري من الرئاسة المصرية ضد اختيار رئيس دولة، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبننشر لحضراتكم تفاصيل عودة السياحة الروسية للمنتجعات ومفاجأة. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل مصري: سندافع عن حقوق شعبنا وتفاصيل إنهاء سد النهضة. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن مصر هتدافع عن حقوق شعبها ولقمة عيش شعبها بكل السبل المتاحة لنا. وجاء تصريح شكري خلال مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة ملف سد النهضة. شكري أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن مصر تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها. أضاف إن احنا بنتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة. أشار سامح شكري إن الأعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي. أكد أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاطلاع بمسؤولياته. ولفت إلى أن حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة ونحن ملتزمون بذلك، ونؤكد على دعمنا التفاوض وخفض التصعيد. أضاف أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد، لكنها طالبت بحماية أمنها المائي ومصالحها. الوزير سامح شكري شدد أن مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة، وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عملية الاتحاد الإفريقي. مصدر معنا كان من وكالات يعني سامح شكري بيقول من قلب أمريكا أن مصر قادرة على الدفاع عن حقوق الشعب ولقمة عيشه. هذا الكلام يعني ما فيهوش أي هزار، يعني يجب على مجلس الأمن انه ينظر في هذه القضية وياخد فيها رد فعل، لان الامور دلوقتي يعني خطيرة، مش هقدر اقول قد تكون خطيرة، هي خطيرة بالفعل. واثيوبيا يعني بدأت في الملء الثاني لسد النهضة، ان شاء الله يعني هيكون في رد مصري اذا لم تستجيب اثيوبيا لطلبات مجلس الامن، او اذا لم تقوم اثيوبيا بايقاف عملية الملء الاحادي لسد النهضة. انا واثق ان القيادة السياسية هتقوم برد فعل قوي تجاه سد النهضة. وأترك لحضراتكم التعليق، وهنقول إزاي مصر هتاخد يعني رد فعل قوي تجاه قضية سد النهضة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، أحب أفكر حضرتك ما تنساش اللايك للفيديو، متابعة الصفحة، الضغط على الاشتراك واللايك للقناة. ويلا نكمل في تفاصيل الأخبار وننتقل لخبر آخر مع بعض. خمس سيناريوهات عاجلة لوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، سيناريو واحد منه في منتهى الخطورة. في وسائل إعلام مصرية تحدثت عن وجود خمس سيناريوهات لوقف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي تزامنا مع جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الخميس. صحيفة المصري اليوم قالت إن السيناريو الأول يتمثل في اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأي المصري والسوداني بإيقاف الملء الثاني سد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي، والعودة لطاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي. ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو. ننتقل مع بعض للسيناريو الثاني، وهو إلزام الجانب الإثيوبي بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل والتي كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهي الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان. السيناريو الثالث
تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الإثيوبي وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان. السيناريو الرابع: إصدار بيان صحفي يحمل معنى قرار المصري السوداني بشأن سد النهضة. وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن، وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان. إما السيناريو الخامس: إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة وتأثير على الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وهذا أخطر سيناريو. السيناريو الخامس هو إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة، يعني مصر بقى تبدأ تتعامل بنفسها في قضية سد النهضة، أمر نافذ من الرئيس السيسي، وهو التعامل العسكري مع سد النهضة. كلنا وراء قيادة سياسية في هذا التوقيت، لأنه التوقيت صعب جدا، ونتمنى إن شاء الله الخير لمصر والمصريين جميعا بإذن الله. مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة كان في جلسة أمس الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة، زي ما حضراتكم عارفين. مصدر معانا كان من المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وصدمة: إثيوبيا تتحدث عن سابقة هائلة بشأن سد النهضة وتسعى لإفشالها. ذكر مسؤول إثيوبي كبير إن إثيوبيا تعمل على إفشال مشروع قرار تقدمت به تونس في مجلس الأمن الدولي لتسوية الأزمة بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر حول سد النهضة. قال مسؤول كبير إثيوبي في نيويورك لوكالة رويترز إن مشروع القرار سيفسد فعليا عملية وساطة يقودها الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاثة. أشار إن إثيوبيا تعمل على ضمان عدم إقراره، وقال الدبلوماسي الذي تحدث بشرط وعدم الإكشاف عن هويته إن أفريقيا تراقب وتتابع عن قرب، لأن هذه سابقة هائلة من شأنها تمزيق الوحدة الإفريقية. قال إن إثيوبيا لا ترى أن الأمر يقع ضمن اختصاص المجلس. تقدمت تونس في مجلس الأمن الدولي التي تحظى بعضوية مؤقتة فيه بمشروع ينص على أن يطلب الأخير من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا في غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد. وإدارته حابب أوضح نقطة، لأن في ناس طلعت وقالت هو ليه مصر يعني قالت إن في 6 شهور مفاوضات؟ لا، 6 شهور مفاوضات دي في حالة التوقف عن الملء الأحادي لخزان سد النهضة. في ناس قالت إن وزير الخارجية لما قال إن إحنا نتفاوض مع إثيوبيا في 6 أشهر ده يعني تراجع من مصر. لو حضرتك راجعت القرار أو البيان أو الاقتراح اللي طالع من تونس بخصوص هذه القضية، بيقول لك في حالة التوقف عن الملء الأحادي لخزان سد النهضة. هذه يعني نقطة حبيت ان انا اوضحها لحضراتكم، لان في ناس طلعت كبيرة جدا امبارح قالت انه يعني ان مصر هتتفاوض مع اثيوبيا والسودان مقترح يعني في 6 شهور ده بعد عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة. هذا الامر وهذا الكلام غير صحيح. المصدر معانا كان من رويترز، بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ان شاء الله سد النهضة يعني هيضرب كلنا على ثقة في القيادة السياسية لحل هذه القضية. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وبيان ناري للرئاسة المصرية ضد اختيار رئيس دولة. وعلقت الرئاسة المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عملية اختيار رئيس هياتي جوفينيل مويس. مصر أعربت عن بالغ إدانتها لاختيار الرئيس جونيفيل مويس، وتقدمت بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي في هذا الحادث الأليم، تؤكد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير. في بيان لرئاسة الجمهورية في مصر، أشار المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي أنه في هذا الأمر تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد، والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة. وقتل الرئيس الهايتي بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله. تعتقد السلطات في هايتي أن المسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.
مصدر معانا كان من RT، وهذا كان بيان الرئيس السيسي بخصوص يعني اغتيال رئيس هايتي. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر لحضراتكم تفاصيل عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية ومفاجأة. شركة الخطوط الجوية الروسية S7 أعلنت استعدادها لاستئناف رحلاتها للمنتجعات المصرية. قال متحدث باسم الشركة لوكالة سبوتنيك إن شركة S7 للطيران جاهزة لاستئناف رحلاتها إلى مصر. سنقوم بصياغة برنامج الرحلة ونطلب التصاريح المناسبة من سلطات الطيران. من جانبها توقعت وكالة السياحة والسفر الروسية ATOR أن تستأنف الرحلات العارضة إلى مصر في يوليو الحالي. وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مرسوم حظر الرحلات الجوية للمنتجعات المصرية. مصدر معانا كان من سبوتنيك، ويعني إن شاء الله فاتحين ايدينا ودراعتنا للرحلات الروسية او للسياحة الروسية مرة اخرى باذن الله. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وبيع مقتنيات فنان مصري مشهور بعد وفاته. قام مواطن مصري يدعى محمد مجاهد الهلالي باعلان بيع مقتنيات الفنان الراحل حسن كامي في مزاد علنية عبر موقع فيسبوك. وقال الهلالي انه باع جرابا خاصا بعلبة السجائر مصنوعة من الفضة مدونا عليه اسم حسن كامي مقابل 1500 جنيه مصري فقط، بينما حصل على 3000 جنيه مقابل بيع 4 جوازات سفر خاص بالفنان الراحل وزوجته وابنه الراحلين بجانب 8 كارنيهات. وتابع البائع أنه اتفق قبل ساعات على بيع برواز قديم به صورة للفنان حسن كامي مقابل 1200 جنيه، لافتا إلى أن لديه مقتنيات مهمة من ممتلكات الراحل ولا تزال معروضة للبيع حتى الآن. كان الهلالي قد كشف تفاصيل حصوله على تملك المقتنيات رغم عدم وجود صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل قائلا: بحب أجمع التحف والأنتيكات والأشياء النادرة، ولقيت الحاجات دي بالصدفة في الصعيد من سنة تقريبا مع ناس أعرفهم واشتريتها منهم، بس مش عارف هم اشتروها ازاي. وعن المقتنيات التي يملكها أوضح صاحب إعلان بيع مقتنيات الفنان الراحل أن المقتنيات التي حصل عليها تخص الفنان حسن كامي وزوجته الراحلة قائلا: معايا ساعة أصلية وصور نادرة وجوائز وألم ياباني بالحافظة الخاصة به ونسخة من الإنجيل ولوحات مرسومة وكتب ونوتة موسيقية وجواز سفر ومقتنيات أخرى ما زلت في مرحلة فرزها حتى الآن. وفي سياق متصل، كان اللواء ممدوح الطنيخي زوج شقيقة الفنان الراحل حسن كامي قد أعرب عن استيائه الشديد من تداول مقتنيات الأخير عبر منصات التواصل الاجتماعي وبيعها في مزاد علني، مؤكدا أن هذه المقتنيات سرقت منذ أكثر من عام. وكشف ممدوح الطنيخي عن سرقة مقتنيات الفنان حسن كامي من داخل الفيلا، موضحا أنه بعد أزمة محامي حسن كامي والميراث تلقيت عرضا منذ عامين تقريبا من قبل أحد المحامين بشأن الدفاع عن ثروة حسن كامي. وقال: زوجتي عملت له توكيلا قبل وفاته بشأن هذه القضية، وفي أحد الأيام طلب هذا المحامي أن يبيت في الفيلا، وفي المساء سرق بعض من مقتنيات حسن كامي مثل الصور وغيرها فضلا عن استغلاله التوكيل لصالحه، وهناك قضايا ضده في المحكمة لم يصدر فيها حكم حتى الآن. وأضاف أن المقتنيات التي سرقها المحامي من داخل الفيلا هي التي تعرض عبر الإنترنت حاليا، مؤكدا أنه لن يتخذ إجراء قانونيا ضد الشخص الذي عرضها للبيع في مزاد علني أو محاولة التواصل معه لاستعادتها، قائلا: دماغنا مش فاضية، زهقنا خلاص، الناس باعت أخرتها بالدنيا وكله هيقف قدام ربنا وهيتحاسب. المصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.